تلقوا بان معظم المواطنين ما في علمهمش هذه الانتخابات، ما كاينش واحد الاجواء ديال الحمله الانتخابيه داخل الدائره، لم يتم ابلاغهم باي وجه من الوجوه بان هناك انتخابات جزئيه. لمسنا واحد التجاوب كبير ديال المواطنين معنا. متتبعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء. يوم 12 شتنبر المقبل سوف تجري انتخابات جزئية في دائرة المحيط بالرباط. هذه الانتخابات تأتي بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء مقعد عضو مجلس النواب فريق التجمع الوطني للأحرار عبد الرحيم مسلم، والذي صدر في حقه حكم استئنافي نهائي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بثمانية أشهر موقوف التنفيذ و 100,000 درهم كغرامة. بناء عليه تم تجريده من المقعد واتخذ قرار بإعادة هذه الانتخابات. في هذا اللقاء سوف نناقش رهانات هذه الانتخابات وكيف تجري في ظل هذه الظروف والسياق السياسي الراهن، بحضور كل من الأستاذ فاروق مهداوي وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار وعضو بمجلس جامعة الرباط، والكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي وهو مرشح في الدائرة. مرحبا بك. مرحبا. وأيضا يشارك معنا الأستاذ عبد الصمد أبو زهير، وهو الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، نائب برلماني سابق وعضو المجلس الوطني للحزب. مرحبا بك. سيد صمد، بغينا نبدأ في بداية هذا اللقاء بسؤال حول موضوع تخليق الحياة السياسية الذي كثر عليه الحديث يعني مؤخرا. هذه الدائرة سوف يعاد الانتخابات فيها بسبب حكم قضائي صدر ضد برلماني لأنه أصدر شيك بدون رصيد، يعني كيف تعلق على هذا الأمر؟ نحن أمام قضية تتعلق بموضوع النزاهة وتخليق الحياة السياسية، لأن هذا الشخص هذا هو ماشي شي فاعل جمعاوي يعني معروف في المجتمع المدني، ما عندوش سابقة في العمل السياسي، ولا اللي جاء تحت اليافطة ديال حزب التجمع الوطني للأحرار، فدخل المعترك. يعني الغريب في الأمر أنه بعد 3 سنوات كنا نتساءل عن هذا الشخص، عن غيابه، عن عدم الترافع ديالو في قضايا المواطنين، ولا القضايا ديال السكينة، ولا الملفات الحارقة التي تعرفها الدائرة والمواطنين. فحتى تنتفاجئوا يعني في شهر يوليوز بصدور القرار ديال المحكمة الدستورية الذي جرده من هذا المنصب، وأبان أن الشخص ومن معه من نخب السياسية ديال هذا الحزب هذا مشاو في المسار ديال محاولة نقض الأحكام الصادرة في الملف، ولكن يعني تدخلت المحكمة الدستورية وجردته لعدم الأهلية الانتخابية، يعني كما نعلم في القانون 27/11 ديال يعني المتعلق بمجلس النواب. فالموضوع من أوله إلى آخره يتعلق ب يعني قضية نزاهة وأخلاق. سي فاروق، يعني يمكن تشرح لنا كيفاش تبعتي قبل قليل كنا في حديث خاص وقلتي بأن اللي دار الشكاية هو أيضا عضو من الحزب. نعم. في البداية يمكن تحدثوا عن الموضوع ديال التخليق ديال الحياة السياسية، ليس مرتبط بدائرة المحيط وحدها، وليس مرتبط بحزب معين لوحده، هو مرتبط بمشهد سياسي أصبح اليوم يملأه البؤس ويملأه انعدام الأخلاق السياسية. من الرجوع للحالة ديال الدائرة ديال المحيط، السيد النائب اللي تم العزل ديالو من طرف المحكمة الدستورية، كما كيعرف الجميع وكما راجعت الصحافة، وأنه الشكاية كانت بناء على تقدم بها أحد أعضاء ديال حزب التجمع الوطني للأحرار، وقيل الكثير في هذه الشكاية وشنو المساومات اللي كانت. نعم. من الخروقات. نعم. طيب الآن إذا بغينا نتكلموا على الدائرة الانتخابية من حيث توصيفها، من ناحية الجغرافية، من ناحية البشرية، كم عدد المسجلين فيها؟ ما هي مساحتها؟ امتدادها؟ نعرفوا بأن هذه الدائرة كانت توصف بأن دائرة الموت، كانوا كيترشحوا فيها شخصيات سياسية حزبية، كانت تعرف واحد التنافس كبير. اليوم يعني إلا بغينا طلبنا منك إيجاد توصف لنا هذه الدائرة من حيث عدد المسجلين فيها ومساحتها وامتدادها. بالنسبة لله، كما تعلمون أن مدينة الرباط من 2003 تم تقسيمها بحسب النظام اللائحي
الى دائرتين، دائره الرباط الشله ودائره الرباط المحيط. دائره الرباط المحيط هي دائره ممتده جغرافيا ما بين مقاطعه اكدال الرياض وتضم جميع الاحياء ديال المقاطعه ديال اكدال الرياض، تضم مقاطعه يعقوب المنصور بكاملها، وهي التي تشكل الكتله السكانيه الكبيره والناخبه، ثم ايضا جزءا من مقاطعه حسان وهي الاحياء ديال لوسيون المحيط وديور الجامع والقبيبات والعكاري. فهذا من حيث الامتداد الجغرافي. من حيث التركيبه الديموغرافيه هي متنوعه ومختلفه وغير متجانسه ما بين يعني احياء شعبيه وما بين احياء يعني فيها طبقه متوسطه. ولكن بصراحه ان هذه الدائره عرفت تغيرات يعني ديموغرافيه في حتى في الهيئه الناخبه، يعني من بعد يعني التهجير ديال واحد العدد الساكنه للاسف الشديد من 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 يعقوب منصور، فاصبحت يعني تجي تقصد دور الصفيح. دور الصفيح، التهجير دور الصفيح كان طبيعي يعني، لا كانت كتله ناخبه، لا احنا كان عندنا منظور اخر ديال اعاده الاسكان داخل الحي، لانها بصراحه يعني كانت اضرار اجتماعيه كبيره جدا على واحد العدد ديال الناس، واضرار اقتصاديه لما تم التهجير ديالهم والمصادر ديال العيش ديالهم كانت داخل التراب ديال الرباط. اليوم يعني هذه الدائره سميت في مراحل من طرف الاخوه الصحفيين دائره الموت، ولكن ماشي معقول، تسميه غير معقوله بسبب عدم فوز بعض يعني الكفاءات والهامات السياسيه اللي معروفه اللي شاركات، نذكر منها المرحوم محمد بن جلون رحمه الله، الاستاذ الساسي، الاستاذ اليازغي، فعدم الاستاذ الدكتور سعد الدين العثماني او السي نبيل بن عبد الله، فعدم النجاح في الانتخابات لا يعني موت ابدا، وانما تعني ظروف سياسيه معينه تحكمت في العمليه الانتخابيه وجعلت هذه الهامات والقامات اللي يعني سطرات ملاحم في نضاليه، ولا زال بعضها يعطي عطاء الوطن والمواطنين. فهذا هو سي فاروق، من حيث عدد المسجلين في هذه الدائره شحال تقريبا عدد المسجلين؟ قد يبلغ عدد المسجلين 190 الف مسجل في اللوائح الانتخابيه في الدائره، جمعنا الدائره كامله. وكما ذكر السي عبد الصمد قبل مني بان الدائره كتعرف تنوع ديموغرافي وتنوع طبقي داخل 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 الدائره، كاين احياء اللي نقدر نوصف بان احياء راقيه جدا، وكاين احياء اللي احياء هامشيه وفيها الطبقه المتوسطه هي اللي كتشكل الطبقه الواسعه داخل الدائره ديال 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 المحيط. السلوك الانتخابي ديال هاد هاد الناس هذا يتذبذب ويتغير وفق التغيرات السياسيه. يمكن على الاقل الا جينا نقراو كيفاش كان السلوك الانتخابي ديال المسجلين في اللوائح الانتخابيه غير من 2011 الى 2021، وواحد التغير اللي نقدروا نقولوا تغير شامل، بحيث انه مثلا في 2011 قدر حزب العداله والتنميه انه يحقق جوج ديال المقاعد ونفسها وحققها في 2021، في 2016 في 2021 كان تغير الجهه المقابله ومشاو الناس صوتوا على التجمع الوطني الاحرار اللي حاز على مقعد، وما قدرش التجمع الحزب العداله والتنميه مثلا انه يحقق المقعد. حزب فدارة اليسار قدر في 2016 انه يحقق المقعد عن طريق الرفيق عمر بلافريج، في 2021 ما قدرش انه يحقق المقعد. يعني حتى التغير ديال السلوك ديالها، بالاضافه للاشكال اللي كتعرفوا الدائره هو التغير كذلك حتى ديال بعض الفاعلين السياسيين، وما نسميهم فاعلين سياسيين نسميهم كائنات انتخابيه اللي كتحول من حزب الى اخر من تراتين الى اخرى، وحسب بين الاف الاقوس من يدفعوا اكثر. زعما حتى مثلا في هذه الانتخابات الجزئيه اللي كنعيشوها اليوم كنشوفوا بانه اطر ديال احزاب اخرى اللي ممكن في المعارضه وتساند حزبا في الاغلبيه في ضرب صارخ لكل اعراف ديال الديمقراطيه وديال المنافسه السياسيه. يتم الاعلان يعني لحد الان لا معلن عنه. تحالف الاراضيه الحكوميه في حزب الاستقلال الاثار المعاصره هو يدعم التجمع الوطني للاحرار، ولكن ليس هناك مرشح للحركه الشعبيه والاتحاد الدستوري. ولكن مثلا من كنتحدثوا على اللقاء اللي نظموا حزب التجمع الوطني للاحرار، كيذكر فيه السيد رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطلبي العالمي كيشكر حزب الحركه الشعبيه وحزب الاتحاد الدستوري على المسانده ديالهم للمرشح اللي مقدمينه في انتخابات الجزئيه. ما يعني ان هناك قرارا سياسيا لهذه الاحزاب ان تدعم هذا المرشح هذا في انتخابات الجزئيه.
مع العلم ان هذه الاحزاب هي نفسها من تمارس المعارضه في البرلمان. ايضا يعني جدل حول ترشيح ابن قيادي في حزب تجمع الوطن الاحرف مع حزب الاتحاد الاشتراكي. نعم نعم يعني كاين بعض المفارقات اللي يمكن ما تشوفها الا في الدائره هذه. نعم. حتى مستشارين ديال حزب التقدم والاشتراكيه يدعمون مرشح ديال الاغلبيه. وهادشي واقع كاين زعما في الاخر ومثبت ماشي بالكلام. بهذا الشكل يعني مش سوريالي واش. وقبل ذلك تكلمتوا على الصوره ديال المنتخبين وصوره اعضاء مجلس النواب اللي عدد منهم متابعين او في السجن. هل ما كيأثرش هذا الشيء على الثقه ديال الناخبين والحماس ديال الناخبين للمشاركه في العمليه الانتخابيه؟ طبعا يعني هذه القضيه الى جانب قضايا كثيره يعني جعلت فعلا المواطن يعني داك الجدوى ديال الحماس ديال العمليه السياسيه والعمليه الانتخابيه تراجعت. فتنعرفوا بانه من بعد يعني 20 فبراير ودستور 2011 ومجيء الحكومه ديال السيد بن عبد الله بن كيران وقعت نوع من المصالحه يعني ما بين المواطن والسياسه وما بين المواطن والعمل السياسي. فوقع واحد نوع من الانفتاح والتتبع والمشاركه في القضايا بشكل عام. ولكن للاسف هناك خيبه امل حقيقيه لا سيما مع النخب السياسيه الجديده التي طلع يعني جاءت بها الانتخابات ديال 8 شتنبر. يعني انت كنخاف وزير دابا الان كتنزل في الحمله الانتخابيه للميدان. آه. كيفاش كتلمس الان التعامل او رد الفعل ديال المواطنين لما كتكلم معاهم على ان هناك انتخابات في 12 شتنبر وكتدعوهم للتصويت؟ اولا تلقوا بان معظم المواطنين ما في علمهمش هذه الانتخابات. نعم. لم يتم ابلاغهم باي وجه من الوجوه بان هناك انتخابات جزئيه. القليل اللي هما متابعين. ثم الامر الثاني تلقاو فعلا واحد الحاله ديال العزوف عن المشاركه. وحنا هذه الفئه هي التي تهمنا لان تنقولوا لهم راه يعني المقاطعه والعزوف يصب في مصلحه الفساد الانتخابي. لان المفسدين ديال الانتخابات الخزان الانتخابي ديالهم تيسهال الشراء ديالو لما تتكون العداء المشاركه ضعيفه. وبالمناسبه أضيف أن انتخابات 2021 عرفت تراجع كبير في نسبة المشاركة. يعني كنا في حدود 30% في الدائرة في الوقت اللي في 2016 انتخابات كانت حوالي 44%. وهذا التراجع هذا تيمكن الفئات هذه الفئات المفسدة للعملية الانتخابية من شراء الأصوات. سيفاروق نفس الشيء يعني في خلال احتكاك بالمواطنين كيف كاين تفاعل المواطنين مع هذه المحطة الانتخابية؟ واش فعلا الناس ما عارفينش بأن كاين انتخابات؟ إذا سمحت لي سيد الحق قبل ما نوصلوا لهذه المرحلة نبقاو في واحد النقطة أساسية فيما يتعلق بتخليق الحياة السياسية. أنا زعما استغرب جدا التعامل ديال هذه الأحزاب خصوصا الأحزاب ديال التحالف الحكومي مع الرسالة الملكية اللي كان قدمها الملك للبرلمان في الذكرى ديال تأسيس البرلمان. وهذه الرسالة اللي كانت واضحة وباعتراف ديال أعلى سلطة في البلاد أن هناك فساد مستشري داخل القبة ديال البرلمان وداخل الحقل السياسي بصفة عامة. ودعا الأحزاب السياسية والبرلمان على وجه الخصوص إلى إنشاء مدونة ديال الأخلاقيات إلى حدود أن لم نرى شيئا من هذا القبيل. بل أكثر من هذا ما نراه على الارض الواقع هو الدعم ديال مفسدين جدود وخلق طبقه من باقي في النقاش في النقاش في نقاش حتى النقاش المطروح في المدونه هو نقاش محدود لن يحد بالفساد. بالعكس سينتج لنا نخبا جديده من الفساد. وهذه العمليه زعما تكررت في المشهد السياسي المغربي. سبق الدريس البصري لما كان وزيرا الداخليه ان قام بحمله ديال ما سماه بحمله التطهير واعتقل فيها مفسدين في السياسه وفي مجالات اخرى وتكرر مستعملين من بعد. يعني هذه الحملات هي ظرفيه ما عندها علاقه بالشكل البنيوي ديال الفساد داخل الدوله. رجع معك للدائره سي عبد الحق. حنا كحزب فكرة اليسار منذ اليوم الاول ديال يوم الجمعه 30 غشت خرجنا للحمله الانتخابيه وبدينا التواصل مع المواطنين.
بالنسبه لنا حنايا بطبيعه الحال كنتفق مع السيد الصمد بانه كاين ناس اللي ما عندهاش العلم بالانتخابات وما كاينش واحد الاجواء ديال الحمله الانتخابيه داخل الدائره، الا انه لمسنا واحد التجاوب كبير ديال المواطنين معنا نظرا لواحد المعارك اللي كنا ديجا خدناها داخل جامعه الرباط، نظرا لما قدموه الاخوان ديالنا اللي كانوا في مجلس النواب لا في الفتره السابقه ولا الاخت فاطمه الزهراء في هذه الفتره، نظرا للانخراط ديال الحزب مجموعه من المعارك اللي المواطن خصوصا داخل الدائره يتابعها عن كتاب فيما يتعلق بمحاربه الفساد والحمله اللي خديناها طيله هذه الولايه. انا لا اتفق مع السيد الصمد من قال بانه كاين رجوع في فتره من الفترات ديال النخب المشاركه في العمل السياسي، بالاكثر انا كنقول بانه الفترات السابقه كانت اكثر قسوه على المواطن واكثر دفعا له في التوجه ديال انه يمشي يزيد يقاطع الانتخابات، وهذا ما كان دليلا في 2021 ان الناس رجعت للوراء وخلات من يستعملوا المال السياسي في الانتخابات يفوز بالانتخابات وراهم اليوم في الحكومه. طيب بالنسبه اليوم باش نتكلموا شويه على بعض التفاصيل، كيفاش كتدبروا الحمله من الناحيه الماليه؟ نعرفوا بانه ما كاينش دعم الان ديال الدوله في هذه الانتخابات الجزئيه، شحال المبلغ تقريبا ديال اللي كتحتاج باش دير حمله دائره بحال دائره المحيط اللي فيها 190,000 مشجع؟ نعم، بالنسبه لنا في حزب العداله والتنميه كما تعلمون من 2007 وحنا يعني مشاركين في هذه الانتخابات، وتيكون عندنا برلمانيين جوج 2007 2011 و2016. حنا الدائره المحيط، نعم، حنا الحزب الوحيد، حزب العداله والتنميه هو الوحيد الذي له مكتب تواصل برلماني، فهذا وجود مكتب تواصل برلماني في داخل الدائره يستقبل المواطنين ويترافع في قضاياهم ويرفع شكاواهم وملتمساتهم يعني للدوائر يعني وتيقوم بالدور ديال الشفاعه، غير هذا تيطلب كلفه ماليه ديال التسيير ديالو كذا. فاما العمليه الانتخابيه في حد ذاتها عمليه مكلفه، والميزانيه ديال حنا دابا حنا يعني باش نقول لك يعني التقديرات ديالنا ديال حوالي واحد 200,000 درهم، ولكن هذه ماشي معنا ميزانيه يعني هي نفقات كلها، هذا ميزانية تقديرية، ولكن هذه الميزانية التقديرية درنا واحد السياسة ديال ترشيد النفقات باش فعلا ما توصلش اطلاقا لهذا المبلغ. احنا عندنا المصاريف الأساسية ماشي بحال بعض الأحزاب اللي تينفقوا على تيشوفوا مناصب شغل للناس، يعني الناس المحتاجين وكذا في هذه العمليه، وتيكون صرف الاموال يعني في شراء الاصوات وشراء الدماء. لا، احنا بالنسبه لنا اللي تيقوم بالحمله هم المناضلين ديال الحزب، مناضلي الحزب يتطوعون باوقاتهم وباموالهم، احنا عندنا حتى الاموال الناس تيعطيو تيدعموا كل واحد شنو تيعطي. فانا يعني تلقيت دعم كبير جدا من المتعاطفين من الحزب ومن اعضاء الحزب اللي هما ما كناش نتصوروا ان ما طلبناهم والو، جاوا هما بتلقائيه. فالان المصاريف الاساسيه اللي عندنا هي ديال الطباعه والاوراق وهذا الجانب المتعلق بالجانب الاعلامي، ثم ايضا ما يتعلق بالتغذيه ديال يوم الاقتراع، يوم الاقتراع دوك الممثلين المرشح في مكاتب التصويت، هذه عمليه تتطلب فعلا ميزانيه. الباقي هي نفقات قليله وخا متفرقه ولكن قليله، ولكن هذه هي يعني الاسطور الماليه الكبرى، وهو النفقات التغذيه يوم الاقتراع والنفقات المتعلقه بالطبع الوثائق، ثم الحمله الرقميه. سي فاروق، انتم كيفاش كدبروا الميزانيه؟ ما كنختلفوش على هذا الشيء اللي ذكر السيد صمد في التدبير ديال الميزانيه. بالنسبه لي انا شخصيا كاينه اداره اولا ديال الحمله هي اللي مكلفه بالتدبير ديال الماليه ديال الحمله، الجزء المهم منها اللي هو الطباعه تكلف به المكتب السياسي، ومشكور الاخوه في المكتب السياسي انهم تحملوا العناء ديال الطبع ديال هذا الشيء. بالاضافه لباقي المصاريف اللي هي مصاريف نقول لك بسيطه جدا، لان حنا عندنا المناضلين ما كاين حفلات ما كاين زرود ما كاين دجاج، حنا عندنا مناضلين كيتحركوا من مالهم الخاص من الطوموبيلات ديالهم كيتنقلوا معنا، حتى المساله ديال الماكله وداك الشيء كيتحملوها هما. انا ما عندي ما عطيهم دابا كمرشح وما عارفين هذه المساله، باقي شاب يلا في مهنه التحقت بها مؤخرا باقي جديد.
المساله يعني ضاليه اكثر من انها تكون شي حاجه اخرى. طيب بالنسبه للتوقعات شفنا اللي شفنا اخر انتخابات واللي هي كانت انتخابات وطنيه كانت فيها نسبه مشاركه تقريبا 30% والفائز الاول جاب 15000 حوالي 15000 صوت والمقعد الرابع يعني جابوا شي 4000 كذا صوت 4200 صوت. اليوم الانتخابات الجزئيه معروف بان نسبه المشاركه فيها كتكون ضعيفه جدا وخاصه في ظل هذه الوضعيه يمكن تكون متدنيه. شحال كتوقع انه للفوز بهذا المقعد شحال خاص المرشح يجيب من صوت؟ هو من الصعب تكهون لا بنسبه المشاركه كيدير واحد ليستيماسيون واحد الدراسه. لا ليستيماسيون لو كان زعما نتبعوا هاد ليستيماسيون اللي كيتعطاو راه غادي تسمع شي ارقام خياليه. كاين اللي واصل بينا وكيقول لك غادي تقدر تصوت 40000 40000 ما صوتاش حتى في الانتخابات العاديه في 2021 تصوت دابا يعني شي ارقام ما يمكنش تكون على مستوى ارض الواقع. المشاركه واحد يعني العمليه اقل من 40000 لا بطبيعة الحال ما غيكونش انا لا اتوقع نتجاوز 10% ديال نسبة المشاركة في الدائرة 10% يعني كنتحدثوا على واحد 19000 واحد اللي ممكن يتوجه لصندوق الاقتراع مع العلم انني نتمنى انها تكون اكثر وتكون اكثر بكثير من هذا من هذا من هذه النسبة لانه شحال ما ارتفعت نسبة المشاركة شحال ما الحظوظ ديال الفوز بالمقعد بالنسبة لنا كحزب ما كيعطيش فلوس ما كيشريش الدمام وداخل المعركة من اجل الفوز بالمقعد ولكن بنفس وروح نضالية كتكون مرتفعه الحدود. كما قلت لكم ما يمكنش نقولوها شحال العدد لان بشكل اساسي التصويت والعمليه ديال التصويت ما كيدخلوش فيها الاحزاب السياسيه بوحدها كاين عوامل متعدده كتدخل في العمليه ديال لجوء المواطنين للتصويت. حنا نتمناو انها تتم في عمليه اللي هي شفافه وبدون اي تدخل ديال جهات اخرى في العمليه ديال التصويت ويكون الحياد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واش غادي نقول لك بالنسبه للانتخابات الجزئيه معروفه على المستوى الوطني بان تتراوح نسبه المشاركه دائما ما بين 5 و8%. هذا هو يعني الانتخابات الجزئيه بما فيها الانتخابات الاخيره اللي كانت في فاس. ولكن حنا تنتمناو ان المواطنين يعني وعاوا بالدور ديالهم بان المقاطعه والعزوف راه يصب في مصلحه اصحاب الاموال وغادي يسهل عليهم الماموريه. حنا يعني شاركنا في هذه المعركه اننا باش نفوزوا بهذا المقعد والاسترجاع المقعد ديال العداله والتنميه لان عنده كتله ناخبه وفيه وعنده مناضلين اوفياء تضحيوا من اجل المبادئ ديالو. فحنا غادي نجيبوا المقعد ان شاء الله ولكن غادي نجيبوه بالمشاركه الواسعه الكبيره ديال الفئات الواعيه النزيهه اللي غتعطي الاصوات ديالها للمناضلين ديال حزب العداله والتنميه لمقارعه الفساد في قبه البرلمان ومواجهه السياسات اللاشعبيه ديال النيوليبراليه ديال حكومه اخنوش. الى هنا ينتهي هذا اللقاء. شكرا سي فاروق مهداوي عضو مكتب سياسي حزب فدراليه اليسار وشكرا صمد ابو زهير كاتب الاقليمي لحزب العداله والتنميه في الرباط عضو مجلس وطني للحزب وبرلماني سابق والى موعد اخر بحول الله.